عضو مجلس إدارة نادي بنياس. ثلاثة أعوام ونادي بنياس يرسم معالم بطولة دولية تجمع الأندية في كرة السلة للسيدات، مقدما فرصة مثالية لبنات الإمارات للتواجد إلى جانب لاعبات من عدة فرق عربية، وتقديم صورة متطورة عن امرأة خليجية تتقدم الصفوف في ميادين الرياضة. في تغير يعني في العقلية عند الأهالي وعند العائلات، والحمد لله في تقبل كبير يعني لدرجة أن المرأة الإماراتية تشارك خارج الدولة وداخل الدولة في مباريات دولية. ستة أندية من الأردن ومصر والكويت إلى جانب منتخب الإمارات ونادي بنياس يتحاورون في ميادين كرة السلة على مدار أسبوع من المباريات اليومية، وأصحاب الضيافة يتطلعون لما يبدو أهم من كأس أو ميدالية. اليوم نحن شعب واعي، الكل قادر أن يعطي الحرمة المرأة فرصة لأنها تكتسب الرياضة وأنها تتمرن في أي مكان. الصالات متوافرة، اليوم في نقل تلفزيوني، الحمد لله كل شيء متوفر، ونحن مرة داعمين، والأهل والشعب الإماراتي داعم المرأة بشكل كبير. اليوم العالم متغير، بدت الحياة تختلف حقيقة، يعني كان في تحفظات كثيرة في السابق، اليوم نرى كثير من اللي يلعبون في الكرة أهاليهم وذويهم موجودين لتشجيعهم. الرياضة في المنطقة الخليجية لم تعد متجاهلة لنصف المجتمع، فتيات من الكويت والإمارات يأخذن أماكن الانطلاق لمسيرة يستلمن فيها الريادة من الذكور بعد سنوات طويلة أثبتن فيها التفوق لعدة مجالات. وحيد رزق، المصري، العربية.